طيب خلونا نتكلم مع حضراتكم أكتر حول التداعيات للهجوم الإيراني بالأمس على تل أبيب، وهنتكلم تحديدا عن التداعيات الاقتصادية لهذا الهجوم. ويتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة رضوى محمد، الباحثة الاقتصادية بمركز الدراسات الإعلامية للقنوات الإخبارية بالشركة المتحدة. أهلا بك معنا أستاذة رضوى إلى هذه التغطية. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني تابعنا بالأمس طبعا هذه الضربة الإيرانية في العمق الإسرائيلي والمواجهة إلى تل أبيب، وكلنا نعلم أن إيران تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة العقوبات المفروضة عليها، وخاصة العقوبات المفروضة على النفط. فبالتالي طبعا كلفة هذه الحرب ربما تكون مؤثرة بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، ونتحدث عن 55 مليون دولار تقريبا يعني تكلفة الضربة الليلية بالأمس. يعني كيف تجدي أن هذا التصعيد يؤثر بشكل كبير، أو العامل الاقتصادي سيؤثر بشكل كبير على قرارات إيران القادمة فيما يتعلق بالتصعيد في ضد إسرائيل؟ أولا بشكر حضرتك. ثانيا الضربة الإيرانية على إسرائيل هتضر بالاقتصاد الايراني بشكل كبير جدا. بالطبع زي ما حضرتك ذكرتي ان الاقتصاد الايراني يعاني من مشاكل هيكليه كبيره جدا بسبب العقوبات الامريكيه التي فرضت عليه من قبل الولايات المتحده الامريكيه. سنجد ان بدايه التاثر ان النشاط الاقتصادي في ايران بيعتمد بشكل كبير جدا على عائدات النفط. صحيح. ربع الايرادات الحكوميه هي صادرات النفط وعائداتها. في ظل العقوبات الأمريكية تأثرت صادرات النفط بشكل كبير جدا. تمحورت الهيكل بتاع الصادرات فقط في الصين. الصين بدأت تستورد 91% من النفط الإيراني. لم تجد إيران تنوع كبير في هيكل صادرات النفط لديها بسبب العقوبات الأمريكية عليها. سنجد من التاريخ من تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران، سنجد ان في تاثر طردي ما بين عائد النفط الايراني وبين العقوبات الامريكيه اللي بتفرض عليها. يعني مثلا في عامي 2018 و19 بدات الصادرات تتقيد بشكل كبير جدا، صادرات ايران من النفط وانخفضت بشكل كبير جدا الى اكثر من 500,000 برميل بعد ان كانت 2.7 مليون برميل. نعم. يدل ان في علاقه طرديه ما بين ان انا افرض عقوبات على ايران امريكيه على ايران وبين انها تضر من حيث ايرادات النفط عندها. إيرادات النفط هي التي تحمي إيران من العجز التجاري. لولا صادرات النفط لكانت تعاني إيران من عجز قدره 16.8 مليار دولار. صحيح. مما يعني أن إيران إذا اختل هيكل النفط اللي هو أصلا غير متنوع لديها ستضر بشكل كبير جدا في عجز تجاري كبير لديها. وبالتالي ده ربما يكون عامل كبير في القرار الإيراني ربما بالمزيد من التصعيد في الفترة القادمة ضد إسرائيل. بالفعل، وهذا هو برضو هو أحد الأسباب التي جعل إيران توجه ضربات محدودة على إسرائيل. سنجد من طبيعة الضربة التي وجهتها هي ليست ضربة متسعة بشكل كبير تضر باقتصادها. أنا كده ضربة محدودة نحو أهداف محددة وأعلنت أنها حققت هدفها. نعم. يعني طب ليا سؤالين عند حضرتك. نعم. ليا سؤالين عن حضرتك. طبعا تحليل حضرتك الان اكيد اسرائيل والولايات المتحده على علم به وبالوضع الاقتصادي الايراني ومدى تاثره باي تحركات عسكريه ربما مستقبليه، هل تعول الولايات المتحده واسرائيل كثيرا على هذا الضعف الاقتصادي الداخلي في ايران، وهناك حاله من الطمانينه ربما ان ايران لن تقوم باي تحركات تصعيديه في الفتره قادمة؟ بالفعل أكيد، لأن اللي يدرس وضع إيران الاقتصادي حاليا يرى أنها لن تتحمل تبعات هذا مزيد من الهجوم وصراع طويل المدى مع إسرائيل. لم نجد هناك رد إسرائيلي مباشر على إيران، هو ضربة لحفظ ماء الوجه ورد الاعتبار فقط. نعم. يعني أظن أنها تنسيق سياسي لرد اعتبار إيران والاعتداء على قنصليتها. طيب. حتى ان التصريحات الامريكيه الان تتجه نحو عدم تصعيد للوضع. ولا طيب. وعدم اتجاه نحو تصعيد الوضع مع ايران. صحيح. وهل في اطار ما حضرتك تحدثت عنه من تصعيد، هل ربما تلجا الولايات المتحده لفرض مزيد من العقوبات الاقتصاديه الاضافيه على طهران في الفتره القادمه لضمان ضعف الاقتصاد اكثر؟
ده يتوقف اذا على يعني قرارات قرارات ايران المستقبليه، اذا ايران تمادت في في تحريض وكلائها في الشرق الاوسط وتصعيد عملياتهم، ستلجا امريكا بالفعل الى تصعيد العقوبات الامريكيه على ايران. طيب يمكن احنا نتحدث عن اجتماع مرتقب للامم المتحده لمناقشه، بناء طبعا على طلب اسرائيلي، لمناقشه الهجوم الايراني. هل ربما تلجا الدول ايضا لمزيد من او فرض مزيد او دعم فرض مزيد من العقوبات الاقتصاديه على ايران بعيدا عن الولايات المتحده تحديدا؟ يعني يعني هناك احتمال ان تتجه الدول الى هذا الخيار لتكبيل يد ايران التي تعمل على نشر التوتر، كما يقال يعني عليها انها نشر التوتر في منطقه الشرق الاوسط، ليس فقط من الضربه الايرانيه ولكن ايضا من هجمات الحوثيين في البحر الاحمر وتعطيل عن حركه التجاره العالميه والشحن العالمي. الدول مع الضربه الايرانيه التي حدثت امس ستعمل على اتخاذ مجموعه من الاجراءات لتكبيل يد ايران عن تصعيد التوتر داخل منطقه الشرق الاوسط. نعم، يمكن الداخل الإيراني شفنا رد الفعل الداخل الإيراني بالأمس على هذه الضربات، وكان في مباركة واضحة في الشوارع الإيرانية لدعم هذه الخطوة أو هذا التصرف العسكري. يعني بوجهة نظر حضرتك، هذا الدعم على الرغم من تأثر الداخل الإيراني اقتصاديا بتبرريه بإيه؟ أن يعني المواطن الإيراني لا يعتد كثيرا بفكرة تأثره اقتصاديا بهذا التحرك؟ هو يعني بيكون فكره ان انا مثلا بدافع عن امن قومي لدي، ان انا لما اعتدي على قنصليه يبقى انا اعتدي على الارض عندي، لما انا اصغر من هذا الحق والامن القومي بتاعي بالتاكيد سيكون هناك فرحه لدى الشعب بالصقر لدى امنه القومي. ولكن التبعات فيما بعد لن يرضى الشعب بمزيد من الضربات التي تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير وتضعفه بشكل أكبر مما هو فيه حاليا. نعم، حضرتك أشرت النقطة في بداية حديثك عن فكرة التعاون الاقتصادي بين إيران وعدد من الدول في آسيا تحديدا، يعني رد فعل هذه الدول على أي تصعيد تقوم به إيران وما ينعكس ذلك على التبادل التجاري والاقتصادي بينها وبين هذه الدول التي تعتمد على النفط الإيراني بشكل كبير؟ أكيد أي تصعيد من قبل إيران في الفترة المقبلة سيعرقل حركة التجارة لديها بشكل كبير جدا. هيكل التجارة، لو نظرنا لهيكل التجارة في إيران هنلاقي إن هي بتعتمد بشكل كبير على الصين والإمارات وتركيا والعراق والهند، ودول الشركاء الرئيسيين التجاريين لديها، وهيتأثروا بشكل كبير من التوتر اللي موجود في المنطقة لو حدث زيادة في التصعيد لديها. وهل التخوف من هذا التأثر سينعكس على أي رأي عسكري أو سياسي من هذه الدول تجاه ما تقوم به إيران؟ نعم، يعني بمعنى هل التأثر التجاري والاقتصادي نتيجة التعاون ما بين هذه الدول وبين إيران والتبادل التجاري بينهم، هل هذا سينعكس على أي قرار عسكري أو سياسي ربما تتخذه هذه الدول للضغط عن إيران أو حتى دعمها؟ لا، هو المتأثر الأكبر هي إيران. إيران لو لقينا هنا إن عندها تراجع كبير في الصادرات الغير نفطية لديها الفترة الأخيرة وعلى أساس ربع سنوي في عام 2023، المتأثر الأكبر هي إيران، وهي اللي هيعود عليها الخسارة الكبيرة من عائد التجارة. نعم، الدول لديها تنوع كبير في هيكل التجارة لديها، الخاسر هو إيران في عائد التجارة لديها. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا أستاذة رضوى محمد، الباحثة الاقتصادية بمركز الدراسات الإعلامية للقنوات الإخبارية، شكرا جزيلا لك.